بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم. وصفة اليوم فطيرة النوتيلا. نوتيلا عملتها من قبل، بيضة واحدة، حط البيضة بزبدية لحالها مشان اتأكد انه ما أنا فاسدي او خرباني. ملعقة صغيرة فانيليا، بخفق السكر حسب الرغبة لأنه تيلا كمان فيها سكر. رشة ملح بساعد على إظهار النكهات. نص كوب زيت. كوب طحين. حرك. ملعقة كبيرة بيكنج بودر. كوب طحين تاني حطه بالتدريج. نعجن. عشان العجينة أخذت معي كوب ونص طحين، عجنتها ربع كوب من المي. أخذ العجينة صينية، أصغر صينية حجمه صغير، بمد العجينة بالصينية بسرعة بتمان، بفردها بإيدي، برفع الأطراف لفوق. ممكن تعملوها بصينية عادية، ممكن تعملوها بصينية التارت. حطها بالفرن درجة حرارة 180 على الرف الوسط، النار من تحت بس تحمر من تحت، بس تحمر الأطراف طفي النار من تحت، نحمرها شوي من فوق لون أشقر بس. طالعت الفطيرة بالفرن، سقبتها بالشوكة عشان ما تنفش كتير، بحرر الأطراف. معلقة الكيك عشان طالعة من الصينية، بحط النوتيلا على الوجه، بحطوا نوتيلا حسب الكمية اللي بتحبوها. حط ربع كوب، لقيته صعوبة بالفرد، كوب مي بتحط المعلقة بقلب المي تفرده بصير الفرد سهل. على الفطيرة كوب الماء البارد، هذا نفس عيار كوب المقاس، كوب إلى ربع كريمة. لازم يكون الماء بارد، إذا ما كان الماء بارد ما بتتماسك الكريمة. بخفق الكريمة، خفقت الكريمة. هاي الكريمة دريم ويب، نشتريها بالكيلو ما بالعلبة، ممكن نشتري ربع كيلو. حطيت كيس الكريمة على الكاسة، وحط بالكيس الكريمة، طالع الكيس بالكاسة، نزل الكريمة لتحت للأسفل، صار جاهز للاستخدام. حط الكريمة الزادت بالفريزر من فوق، بعلبة بلاستيك ما بصير بعلبة إزاز، بطق بالفريزر بعلبة بلاستيك وبسكر العلبة، بستخدمها وقت اللزوم. بحط على النوتيلا الكريمة، وردات الكريمة،
نحط فراولة بالنص. وحط قطع الموز. تزيين حسب الرغبة. حط خرزات التزيين. أنا حطيت كمية قليلة من السكر بالنوتيلا. حطيت كمية قليلة من السكر بالفطيرة العجينة، لأن الكريمة فيها سكر، الخرزات الملونة فيها سكر، بعمل توازن مع السكر. حط كريمة على الأطراف. طيب النوتيلا صارت جاهزة، روعة تحفة ما شاء الله، هشة لذيذة، ضيافة راقية، ضيافة فخمة، مكونات بسيطة وصحية. ممكن اشتراك في القناة، عمل لايك، تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. جربوها، طيب كتير. زينتها بالكريمة والموز والفراولة والتفاح بالصينية. خرزات ملونة. فواكه طيبة مع الكريمة والنيتلا، أي نوع فواكه. كوب ونص طحين عمل لي هاي الصينية. كريمة بشتريها من عند العطار بالكيلو، أرخص من العلب. ممكن تعمل نوتيلا مكونات اقتصادية مثل ما عملتها في فيديو سابق. انا حطيت بالنوتيلا ربع كوب كاكاو، مي حتى يتماسك معكم القوام، يصبح قوام ثقيل، بصير قوام ثقيل. بذور الكتان ربع كوب، بذور دوار الشمس ربع كوب، بذور القرع ربع كوب، بذور الجبس ربع كوب. ممكن استبدال بذور دوار الشمس ببذور الجبس. تنباع عند العطار بذور لحالها بدون قشر بدون ملح. ممكن تحطوا له نوتيلا مكسرات حسب رغبتكم، بندق، جوز، لوز، يلي عندكم. بس هاي النوتيلا مكونات اقتصادية، يعني أرخص من المكسرات. مطحنه تعطي قوام ثقيل. حطيت ربع كوب من الشعير، حمصته على نار خفيفه حتى يصير لونه اشقر، ضفته مع الكاكاو والبذور. يساعد على خساره الوزن، يحتوي على كل الفيتامينات والمعادن، يساعد على شفاء من الامراض. وكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يخفف الحزن والتوتر، يعني بهدي الحالة النفسية.
مناسب لأعياد الميلاد والتخرج والنجاح والاجتماعات والجمعات. طبق حلو على الطاولة، ضيافة فخمة، ضيافة راقية. جمعة الأصدقاء أثناء النجاح أو التخرج، وعملوا أسهل من الكيك. مكونات بسيطة، يحبوا الأطفال والكبار. الأطفال بيعشقوا النوتيلا، لذلك عملناها بمكونات صحية. الأولاد كلهم كبار مع الصغار بيحبوا النوتيلا، عشان هيك عملتها بمكونات صحية. مشان هيك كمان عملت فترة النوتيلا، قطعت قطعة منه ما شاء الله، شقرة ما شاء الله، عجينة هشي وشقرة. هاي مثل عجينة فطيرة التفاح والطارت، نفس المكونات، 2 بيض، 3 كوب زيت، سكر حسب الرغبة، كوبين نص طحين. إذا بدها طحين بتزيد لها 3 أكواب. هي الوصفة 3 أكواب، بس الأفضل كوبين نص طحين. إذا لقينا العجينة طرية بنزيد لها طحين. هون شقرة ما شاء الله، هشي وطرية. جربوه طيب كتير. ممكن تاكلوه على الفطور أو على العشاء مع الشاي أو القهوة. هشو خفيف، بحبوه الكبار والصغار. نتلا مع الكريمة والفواكه بيعطي طعم طيب. مع السلامة.